قصف أحياء من دمشق ودمر المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وتصدى له وزير الدفاع العربي الوحيد الذي قتل في معركة. فماذا تعرف عن الاحتلال الفرنسي لسوريا الذي دام 26 عاماً؟ بعد خروج العثمانيين من سوريا أسست أول حكومة في دمشق عام 1918، وفي العام نفسه احتلت القوات الفرنسية الساحل السوري ولبنان وعرفتا باسم سوريا الغربية، في حين كانت المنطقة الخاضعة لحكم الملك فيصل تدعى سوريا الشرقية. وبحسب اتفاقية سايكس بيكو السرية الموقعة بين فرنسا وبريطانيا، فقد كانت سوريا من نصيب فرنسا وفلسطين من نصيب بريطانيا. وبعد توقيع معاهدة سيفر التي صدقت عليها الدولة العثمانية، وضعت سوريا كاملة تحت الانتداب الفرنسي. استقبل السوريون الخبر بمظاهرات كبيرة أدت إلى تشكيل حكومة جديدة، وقررت هذه الحكومة تنظيم التعبئة العامة والبدء بتمويل الجيش. في هذا الوقت كان الحكم في سوريا ملكياً دستورياً تحت حكم الملك فيصل بن الحسين، وكان هاشم الأتاسي رئيساً للحكومة، واختار الضابط يوسف العظمة وزيراً للحربية. فوجئ السوريون بالقوات الفرنسية تنتشر على الحدود الشرقية والغربية لسوريا. أرسل الجنرال هنري غورو إنذاراً إلى الملك فيصل مرفقاً بكتاب حدد فيه مطالب الفرنسيين، وأبرزها قبول الحكومة السورية انتداب فرنسا على سوريا وحل الجيش. جمع الملك أعضاء الحكومة للبت في الإنذار، فكان رد وزير الحربية يوسف العظمة بعدم قبوله، لكن إجماع الأغلبية قضى بقبول الإنذار لتجنيب البلاد ويلات حرب غير متكافئة. لكن الجنرال غورو فاجأ الجميع بتحريك قواته باتجاه العاصمة دمشق لاحتلالها. هنا تأكد للجميع أن نية فرنسا لا تقف عند حد قبول الإنذار والتوافق، وإنما تتعداها إلى احتلال كامل. فأمر وزير الحربية السوري يوسف العظمة قواته بوقف الانسحاب، وخاض في منطقة ميسلون حربا غير متكافئة. 9,000 جندي فرنسي مزودين بالطائرات والدبابات في مواجهة 3,000 من المتطوعين السوريين. حارب وزير الدفاع يوسف العظمة مع جنوده حتى آخر طلقة، وقتل في المعركة. وبعد دخوله دمشق أراد الجنرال غورو تأديب السوريين على تصديهم لفرنسا، فأعلن تقسيم سوريا إلى 5 دويلات على أساس طائفي ومناطقي، وهي دولة دمشق ودولة حلب ودولة العلويين ودولة جبل الدروز ودولة لبنان الكبير، وجعل لكل دويلة منها علما وعاصمة وحكومة وبرلمانا وجواز سفر. قوبل هذا التقسيم برفض شعبي، ما لبث أن تحول إلى ثورة مسلحة، فهاجم الثوار الذين تحصنوا في الغوطة قصر العظم الذي كان مقرا للمفوض السامي الفرنسي موريس بولساراي، واشتبكوا مع حاميته. فأرسل الفرنسيون تعزيزات لقواتهم، ما لبثت أن حوصرت دباباتها في شوارع دمشق القديمة الضيقة. أعطى الجنرال ساراي أمرا للجميع بالانسحاب وقصف دمشق بالمدفعية والطائرات، فدمر أحياء من دمشق وقتل أكثر من 1500 مدني، حتى أطلق الدمشقيون اسم الحريقة على أحد أحيائهم الذي كان اسمه قبل حرقه وتدميره حي سيدي عامود. ثم أرسلت فرنسا حملة للقضاء على الثوار بدأتها بغوطة دمشق، وهاجمت قريتي المليحة وجرمانة فأحرقت وهدمت وأعدمت العشرات منهم، ثم نقلت جثثهم إلى دمشق وعرضتها في ساحة المرجة لترويع السوريين. ما لبثت أن تمددت الثورة في جبل حوران واللاذقية ولبنان، ثورة عادت مرة أخرى على شكل انتفاضة شعبية. عام 1945 قصفت فرنسا على إثرها دمشق بالمدفعية والطائرات مرة أخرى، حتى تدخلت بريطانيا لمحاولة وقف هذا العدوان وفتح مباحثات مع المندوب السامي الفرنسي جورج كاترو، مباحثات أفضت إلى نقل السلطات إلى الحكومة السورية ثم استقلال سوريا التام عام 1945. وفي نيسان عام 1946 بدأت فرنسا بإجلاء قواتها عن الأراضي السورية. فمتى ستحصل سوريا على استقلالها الثاني؟